بجد الترحيب بحضراتكم مره ثانيه. عالمي، بدايتنا مع ماتش الزمالك وغزل المحله ولقطه الطرد. يعني طبعا طرد بدري جدا وطرد يحيى زكريا. يحيى زكريا يعني هي كره طرد. أيوة. الكره في وجود الفي اي ار، طالما ان الفي اي ار استدعى الكابتن بسيوني، صح؟ الكابتن بسيوني ما قدموش اي حاجه تانية لان هو ينفذ القانون. تمام. فالكابتن بسيوني والحكم بتاع الفي اي ار نفذوا القانون. أيوة. كره فيها اهمال وتهور كبير جدا، واكيد الناس عارفه لو كان الكلام ده على الزمالك كنا هنقول نفس الكلام. الطرد في دقائق مبكره من المباراه ممكن يحصل لاي فريق. أيوة. لكن انا في رايي ان تعامل احمد عيد مع الموقف كان سيء جدا من الناحيه الفنيه ومن ناحيه رد فعله بعد الطرد. الناحيه الفنيه يعني اول حاجه طبعا احمد عيد بيعترض، وهو لان هو في الملعب مش شايفها كويس. ايوه مش شايفها كويس. عشان كده انا بقول ان كل المدربين لازم يعملوا زي جوميز واحمد مجدي والمساعدين بتوعه، لازم يبقى في ايباد قدامك على طول. عشان تقدر، مش عشان المواقف اللي زي دي بس، عشان تقدر ان انت مواقف كتيره تشوفها في الحال وتقدر ان انت تقيمها بشكل صح. التغيير ده، بس اقول لك على حاجه تانيه، تفسير تاني برضو بيجي في بالي مع صحه كلامك. انا بحس ان المدربين الزملكاويه والمدربين الاهلاويه لما بيقابلوا الفرق بيبقوا محطوطين دايما في كورنر الاتهام، اللي هو لو تعامل بانفعالات عاديه، يعني انفعالات فيها نرفزه بس عاديه، يا عم انت مش فارق معاك انت بتلعب الزمالك، او العكس، يعني انت مش فارق معاك عم بتلعب الاهلي، فبتحس ان هو محطوط تحت ضغط انه لازم يوضح ويبين للناس كلها ان انا متضايق وزعلان. انت تعرف احمد عيد كويس؟ عارفه جدا. طيب احمد عيد، احنا رحنا لعبنا كره في رمضان السنه اللي فاتت في نادي الزمالك. اتخانق مع نص الناس اللي بيلعب معاها ونص المدربين اللي موجودين معاه. ثلاثه ماشيين في جامعه الدول. فاحمد عيد لا موضوع بس زمالك. بس الناس ما تعرفش الكلام ده. أيوة. هو طبيعه شخصيته كده. اول حاجه احمد عيد مشروع مدرب كبير. أيوة. وراجل يعني بقى انا برضه كان صعبان عليا محطوط تحت ضغوط لان البدايه ما كانتش كويسه. ما تساعدش كويس، اقول لك ليه بقى؟ ما ده اللي انا عايز اشرحه. تمام. انا النهارده اول حاجه احمد عيد واحد من المدربين اللي ان شاء الله هيبقوا مدربين ليهم تاريخ في الدوري الممتاز. تمام. وهيتعلم من الاخطاء بتاعته، وكلنا على فكره وقعنا في الاخطاء دي. أي. النهارده انت ابراهيم، وده درس معلش لو يسمحوا لي يعني لاداره المحله، انت لما بتجيب النهارده مدرب خبراته قليله في الدوري الممتاز وخدت قرار ان هو هيقود الفريق في الدوري الممتاز، أي. لازم تحصنه. ازاي؟ اقول لك تحصنه ازاي. اول حاجه ان انت تبعده عن تكوين الفريق. تكوين الفريق لازم يكون في مدير رياضي ويكون ناس عندها خبرات كبيره جدا في حته تكوين فريق للدوري الممتاز. لان مش اي مدرب يعرف يعملها. بس مش اي مدرب هيوافق كده وبشخصيه احمد عيد تعرفها، مش هيوافق على ليه؟ ده. ليه؟ انا شغلتي كوتش يا ابراهيم، ما هو ده اللي احنا لازم نتعلمه. انا شغلتي كوتش، تمام؟ انت الاداره لازم تجيب لي فرقه تقدر، بالعكس ده هو هيشيل الضغوط من عليه. هو النهارده الجمهور المحله لما بيحمل احمد عيد بيحمله ايه؟ ان انت اللي عملت الفرقه، انت اللي عملت الفرقه دي وبتاع. انما النهارده انا كمدرب عشان احمي نفسي، انا ابعد نفسي عن القصه دي. انا راجل، انتوا كونوا لي فرقه اقدر انافس بيها، وانتوا شيلوا المسؤوليه بتاعتكم. فالنهارده ان انت تدي مسؤوليه تكوين الفريق لاحمد عيد، ده حطه تحت ضغوط كبيره جدا بالنسبه لمدرب خبراته قليله في الدوري الممتاز. يبقى النهارده الاداره كانت لازم تقوم بدور افضل في النقطه دي. النقطه الثانيه ان انت لازم تحط معاه، مع احترامي الكبير، مساعدين عندهم خبرات. لازم يبقى فيه. يعني انا النهارده انا دربت نادي الزمالك ابراهيم وانا عندي 30 سنه. لكن مين الناس معاك؟ الله يرحمه كابتن ابراهيم محمد. كابتن ابراهيم محمد الله يرحمه، كابتن احمد عبد الحليم ربنا يديله الصحه، مدير كوره في وقت ان لو كان معايا كابتن محمد صلاح ربنا يديله الصحه، خبره كبيره جدا وفي ودني على طول. يا ميدو لا نصبر شويه، استنى كذا كذا. مع احترامي الكبير، لازم يبقى المساعد اللي معاه يكون ابن المدينه نمره واحد عشان تنجح. على فكره في مدربين كتير ايه يجي يقول لك انا هروح اشتغل بتاعي، اروح اشتغل في الجهاز بتاعي وانا رايح اشتغل في الانديه الشعبيه، اكبر غلطه. لازم يكون معاك الا لما تكون مدرب كبير وصعب. انما النهارده اللي نجحني الحمد لله في اسماعيليه، اول مره مسكت الاسماعيلي ايه؟ ان جهازي كله كان اسماعيليه. ايوه هم اللي وقفوا جنبي وهم اللي دعموني، كابتن اشرف قطر وكابتن سعفان الصغير وكابتن احمد، كابتن فكري، كابتن احمد فكري الصغير، والكابتن احمد الجمل، وكابتن عمر جمال، والكباتن عملوا لك فكره الظهير حصانه، وعارفين طبيعه البلد وكل الكلام ده كله، اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش وايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش. فاحمد عيد في المحله كان يعني ايه متعري. طيب. بلغه الكوره. طيب نروح للحته الفنيه. اللحظه اللي احمد عيد خد فيها قرار فنيا
ان هو يعالج النقص بان هو ينزل حميد وعبيدول ويطلع ويطلع ابراهيم حسن. انا عرفت ان الزمالك هيكسب سكور. ليه بقى؟ لان هو جوميز باني فكرته وده واضح من ماتش بلاك بولز على ايه. ان هو بيبدا الهجمه بيدخل فتوح كلاعب دايره ويزق عبد الله السعيد كعشرة جنب زيزو الاثنين كانهم تمانيات ويبقى فتوح ودونجا و عبد الله وزيزو وايشو ومصطفى شلبي الاثنين فاتحين على الجناب. أيوة. اللي هي طريقه اسمها بوكس فور. دول كانهم ايه مربع المربع دول. هو ده اللي بيعمل الزياده العدديه. أيوة. طيب دايما دايما ايه كان ايه مشكله الزمالك في ماتش بلاك بولز؟ أيوة. ان لما كان فتوح بيخش على الدايره والكره بتتقطع كانوا بيلعبوا في ظهر فتوح الشوط الاولاني وكانوا هيجيبوا جون من الحته دي. مين اللعيب الوحيد في الملعب اللي كان يقدر يعمل لك الحته دي والخطوره دي؟ ابراهيم حسن. ابراهيم حسن. واللعيب الوحيد اللي عنده خبرات ان هو يقدر يقف لك على الكوره في المواقف دي هو ابراهيم حسن. تطلع عليه ويسجل. اول لما ابراهيم حسن طلع جوميز راح مدي اوامر لفتوح ايه زيد مالكش دعوه خلاص هو ده مش قلقان من ظهره. فاحمد عيد ادى لجوميز الحل السحري في ان هو ياخد الاستحواذ وده اللي باين اهو في اللقطات دي. خلاص القصه خلاص كش ملك. القصه انتهت. لو كانت النهارده جبت اي حد لعبته باك شمال وقفته في الحته دي ولعبت الثلاثه لعيبه على الدايره وقدامهم اتنين منهم ابراهيم حسن وقلت للفرقه المحله اول لما تقطع الكره خلي ابراهيم يتحرك في ظهر فتوح كان غصب عنه جوميز لو طلع فتوح مره في الثانيه كان هيوقفه. ايوه فاهمني ولا لا؟ عشان يحافظ على الحته الدفاعيه عشان هيخف من ظهره. لكن في النهايه كلها خبرات بيتحصل عليها احمد عيد وهو عمره ما هيبقى مدرب كبير الا لما يتعلم من ايه من المواقف دي. طب انت رايك ايه في قصه فتوح ان هو دخول فتوح في قلب الملعب والمقارنه اللي اتعملت سريعا بمناسبه اللقطه دي ونزول بنتايج؟ الناس تقول لك هو فتوح احسن من بنتايج ولا بنتايج احسن من فتوح؟ بنتايج باك ليفت وفتوح باك ليفت باسلوب مختلف. ايوه فتوح بدنيا دلوقتي هو ليه بيخش على الدايره؟ ليه؟ عشان هو بدنيا مش قادر يروح للثلث الهجومي. خلي بالك. أيوة. فتوح كان بيمر بظروف كلنا عارفينها وانا بشكره وبحييه ان هو رجع وقف على رجله في الملعب مره تانية وبنقول له يا فتوح كلنا في ظهرك وكلنا بندعمك وكلنا هنفضل وراك لغايه لما ترجع تاني اجمد باك ليفت في مصر. ده كلنا كزملكاوي انا بقول كزملكاوي الكلام ده. لكن هو النهارده فتوح ذكي. فتوح عارف ان الحاجه الوحيده اللي هتخليه ان هو يلعب ان هو ما يعملش امطار كتير ما يروحش للتلت الاخير خمس ست مرات كل شوط. أيوة. مش هيقدر يعملها. فبيعوض ده بذكائه ان هو لعيب كوره. فبيروح عامل ايه؟ بيروح داخل لقلب الملعب وبيعمل لك استحواذ بشكل كويس. فيها مكاسب فيها مكاسب ان هي بتعمل لك زياده عدديه في نص الملعب بتدي فرصه لعبد الله ان هو يزق بين الخطوط ويبقى قريب من الحته اللي هو خطر فيها. لكن لو بتلعب فرقه تقيله بتعرف فيها تعمل تحولات كويس وانت كده كده ضعيف اصلا في الضغط العكسي في استخلاص الكوره بعد ما بتفقدها الزمالك يتقطع من اي فرقه كبيره. اخيرا ناصر منسي والتالق والتوهج اللي فيه ناصر منسي خلال الفتره اللي فاتت اسبابه وتفسيره وجهه نظرك. اسبابه ان هو لعيب متواضع يعني مش متواضع فنيا لعيب هامبل لعيب عارف امكانياته كويس وعارف الفرق بقى ما بين ناصر منسي والناس اللي في ناس حواليه ان هو مش طاير في السماء. ناصر منسي حاسس بالنعمه اللي هو فيها. حاسس حلو قوي التعبير. هو حاسس بالنعمه. هو حاسس بنعمه ان هو لابس فانيله الزمالك صح. عشان كده ما بيلعبش بيموت نفسه بيلعب دقيقه بيموت نفسه بيلعب 10 دقائق بيموت نفسه. عشان كده النهارده بربنا بيكافئه صح. والجولين على فكره اللي هو جابهم جولين صعبين. أيوة. انا بقول لك كراجل كراس حربه اول حاجه الكره اللي حطها له اللي عبد الله حطها له لو نجيبها غير متوقعه والجول كيبر طلع قفل كويس. أيوة. ما قداموش اي حل لان هو يشيلها. لو عمل اي حاجه تانية الجول كيبر هيصدها صح. ودي سرعه ايه رد فعل بتبين لك ان هو راس حربه محترم. تاني حاجه بقى الجون التاني اللي جابه بدماغه ده جون صعب. ايوه اقول لك ليه؟ ليه؟ لان الكره غيرت اتجاهها وعمر بيعمل كروس على الديفليكشن كانت محتاجه توجيه رقبه توجيه وقوه باور رقبه بتاعه راس حربه بيعرف يلعب بدماغه كويس. أيوة. يعني الكره دي الكره دي لو جت ل 80% من مهاجمين الدوري المصري مش هيعرفوا يجيبوها بالشكل ده. أيوة. الكره دي مش سهله. الكره خلي بالك الكره دي في ناس كتير تفتكر يا عم لا دي جايه له والجون فاضي. لا ده هو وجهها زي ما الكتاب قال بالنسبه لراس حربه ان هو ايه ان الكره تتحط في الزاويه المقابله ومفتح عينيه وحاططها بقوه وحاططها كله. فالنهارده جاب جولين حلوين جدا وفي كل المواقف اللي الزمالك بيحتاجوا فيها بيبقى موجود. وهو ده لعيب كره وعقليه اللي انت محتاجها. اللعيب اللي بيقاتل على المكان اللي هو موجود فيه.